السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شيخنا الغالي. الله يبارك فيك، اتفضل. بقول لحضرتك احنا بنجيب بنسونات اكسجين لمرضى كورونا. الحمد لله. وبعد؟ وفي تبرعات بتجيلنا لبنسونات الاكسجين دي. هل يجوز ان انا اطلع من هذه التبرعات علاج لنفس الحالات ويتعامل لهم؟ معايا يا شيخنا؟ بتجيلك فلوس؟ ايوه. الناس بتتبرع لاسطوانات الاكسجين. انت عايز تجيب بها اكل للمرضى؟ في نفس الوقت فيه، ايوه في نفس الوقت فيه، لا يجوز. بتحتاج علاج وبتحتاج اكل، هل ينفع ان انا اخد من لا الفلوس دي؟ لا ما ينفعش، ما ينفعش. طب اللي ينفع الاكسجين بس. لان الاكسجين صدقه جاريه، لكن الاكل مش صدقه جاريه. والعلاج يا شيخنا؟ مش صدقه جاريه، العلاج صدقه منتهيه، وقد يصيب وقد يخطئ. لكن انا بضع اموالي في اجهزه الاكسجين كصدقه جاريه. سلام. ان شاء الله طلعت الاكسجين بس. طبعا هي قال كده، انت ابرأ لذمتك امام الله حتى. جزاك الله خير. وياك السلام.